كبروا لبن لبن خير الغدا عبر الزمان واسمعنا صار يا احنا ببن ببن برنامجك كبروا لبن كبروا لبن لبن خير الغدا عبر الزمان كمروا لبن نص الحكيم قال الدمار ومن اللبن خذ لك قدح يوصل حكيم قال الدمار ومن اللبن خذ لك قدح واحنا معاكم بالشهر حلقاتنا كمروا لبن واحنا معاكم بالشهر حلقاتنا كمروا لبن سلام من الله عليكم. حلقة اليوم من تمر ولبن عن البقوليات وفوائدها، حيث تعتبر البقوليات من الأغذية عالية القيمة الغذائية، ويعتمد عليها كثير من الشعوب كبديل للحوم باعتبارها غنية بالبروتين النباتي. وهناك أكثر من 500 صنف من البقوليات تختلف في أشكالها وتركيبها الغذائي، والبعض يسميها لحم الفقراء نظرا إلى رخص ثمنها وتوافرها في معظم بقاع الأرض، وهي تفيد في بناء أنسجة الجسم وتقوية العظام والأسنان، وتساعد على زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم. كما تعتبر البقوليات مفيدة للتربة التي تزرع فيها، لأن جذورها تحتوي على عقد بكتيرية تقوم بتثبيت الأزوت الجوي في التربة، وبذلك تخصب التربة التي تزرع فيها. إليكم أعزائي بعض أنواع البقوليات وفوائدها الصحية. العدس له حضور جيد بين قوائم البقوليات سواء الأسود أو الأصفر، فكلاهما له نفس الفوائد الصحية للجسم، وهي مصدر غني بالبروتين والألياف والنشويات، فهو بروتين نباتي جيد يحتوي على حوالي 28% بروتين و58% مواد كربوهيدراتية و1% فقط من الدهون، وهو مصدر جيد للحديد الذي يساعد الجسم على صنع الهيموغلوبين وتقوية الدم لزيادة صحة الجسم، وبالتالي فهو يكافح الأنيميا ويقي الجسم من الإصابة بها، وهو أيضا يعمل على معالجتها ويعالج الإمساك، فهو حل مثالي وفعال لتلك المشكلة بدلا من الأدوية. فقد أظهرت أحدث الأبحاث والدراسات في مجال التغذية أن العدس يحمي القلب ويقلل فرص تعرضه للأزمات والمشكلات الصحية الخطيرة. الحمص ممتاز للحفاظ على صحة الجسم، حيث يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وهو مفيد في حالات الرغبة في إنقاص الوزن بسبب ارتفاع نسبة الألياف فيه، فهو مناسب لترويض الشهية حيث يعطي إحساس بالشبع والامتلاء في مقابل كمية محدودة جدا من السعرات الحرارية، كما يساعد في حالات عسر البول والطمث وضعف الكلى والكبد، ويساعد في حالات ضيق التنفس وأمراض الرئة ونزلات البرد، وهو مدر للبول وينقي البشرة وغيرها الكثير والكثير من الفوائد. كمروا لبن كمروا لبن لبن خير الغدا عبر الزمان واسمعنا صح يا احنا بفن بفن برنامجك كمروا لبن. الفول من اكثر انواع البقوليات شعبية، وله فوائد عديدة جدا للصحة، وهو غني بالبروتينات والفيتامينات والاملاح المعدنية كالحديد والفوسفور، وهو يقاوم التوتر والإجهاد الذي يصيب الجسم، وهو مفيد للقلب من حيث زيادته لمستوى الكوليسترول الجيد في الدم، ويحتوي أيضا على مواد تقوي مناعة الجسم ضد الأمراض المختلفة، وله فعالية في إدرار البول وينشط عملية الهضم. الفاصوليا البيضاء الجافة لخسارة الوزن. على الرغم من احتواء الفاصوليا البيضاء على العديد والعديد من الفوائد، فهي أيضا تساعد على خفض الوزن، ومن فوائدها المذهلة تنظف الكلى من الرمل وتفيد مضض القلب وأصحاب الضغط المرتفع،
وهي كذلك غنية بالألياف المفيدة القابلة للذوبان وعناصر الفاصوليا البيضاء تهضم الطعام وتحرقه، فضلا عن أنها خالية من الدسم والدهون المشبعة، وتحتوي كذلك على البوتاسيوم ونسبة قليلة جدا من الصوديوم، مما يمنحها القدرة على التخفيف من ضغط الدم، فضلا عن المغنيسيوم والحديد والمنغنيز، وهي تكبح النشاط الكيميائي للأمراض السرطانية وتعمل على تعديل مستوى السكر في الدم، في حين أن الفيتامين باء يساعد على تنشيط الذاكرة وتحديد مادة الثايمين التي تتوافر فيها. الفاصوليا الحمراء لا تتواجد كثيرا على مائدة طعامنا رغم فوائدها العديدة الصحية، فهي من البقوليات التي يحتاجها الجسم للنمو، وتحتوي على نسبة عالية جدا من البروتين، شرط أن تكون طازجة القطف، وهما يجعلها شبه منافس للبروتينات الحيوانية، وهي تعمل على تنشيط ضربات القلب لاحتوائها على نسبة من مادة مهدئة للأعصاب ومدرة للبول ومنقية للدم ومقوية للكبد والبنكرياس. ولكن مشكلة البقول هي تسببها في غازات الأمعاء، وهذه المشكلة يمكن التخلص من معظم نقيصاتها عن طريق الطهي المناسب للبقول، الذي يبدأ بنقعها في الماء الفاتر لليلة كاملة، على أن توضع في الثلاجة أثناء النقع خاصة في فصل الصيف لئلا تتخمر، ثم تصفى من ماء النقع وتسلق بماء جديد حتى تصبح طرية. وهناك طريقة أخرى لا يستخدم فيها النقع، وإنما تسلق البقول مباشرة لمدة دقيقتين أو ثلاث، وتترك في ماء السلق لمدة ساعة على الأقل حتى تلين البقول. وقبل سلق البقول يجب تصفيتها من ماء النقع، ولا قشور ولا رغوة، خاصة تلك الرغوة التي تتكون على السطح، عن طريق غسلها بالماء ثم إضافة ماء جديد للسلق. ويمكن كذلك استخدام قدر الضغط لسلق البقول لتوفير الوقت، ومن الأفضل عدم التخلص من الماء الذي تطهى فيه البقول، لأنها تحتوي على حوالي 35% من فيتامين باء و 50% من حمض الفوليك الذي يتسرب إلى ماء السلق. وسلق البقول في المنزل أفضل من تناول المعلب منها، ولكن المعلب أفضل من عدم تناولها كليا، فإذا اضطررت لتناول البقول المعلبة فقوم بالتخلص من الماء الذي فيه إذا كان محتواها من الملح عالي أو كانت تحتوي على مواد مضافة. سؤال اليوم، كيف نحفظ البقوليات؟ يجب اختيار الحبوب السليمة والجافة والخالية من البقع السوداء أو العفن والأجزاء التالفة، لا سيما تلك التي سوف تخزن لفترات طويلة جدا. وكذلك يجب حفظ الحبوب في أوعية نظيفة وجافة ومغطاة، ويفضل حفظها في أكياس من القماش في أماكن باردة وجافة ومهواة ومغلقة ومرتفعة عن الأرض لمنع وصول الحشرات والقوارض إليها. كما يجب نقع الحبوب والبقوليات المجففة بالماء لمدة كافية لتقليل مدة الطهي، مع استخدام ماء النقع كما قلنا للمحافظة على خواصها الغذائية كاملة في وقت الطهي. يجب عدم غسل الرز المعبأ والمعالج صناعيا قبل الطهي، بإضافة بعض العناصر المصنعة مثل الأملاح والفيتامينات إليه، لأن ذلك قد يفقده الكثير من قيمته الغذائية. ويعتبر التجفيف من أكثر طرق الحفظ سلامة، حيث تزال الحبوب والبقول والخضار التافهة، ثم يغسل السليم منها جيدا ويصفى من الماء، ثم تنشر على قطع من القماش النظيف في مكان ظليل حتى تجف تماما. ويفضل عدم حفظ الحبوب والبقول في الثلاجة نيئة، حيث تعتوي على بعض الأنزيمات التي يمكن أن تستمر في التفاعل بعد الحفظ مؤدية إلى تلفها، لذلك يفضل سلقها قليلا قبل حفظها في الثلاجة. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم أعزائنا المشاهدين في فقرة التغذية من برنامج تمر ولبن، واليوم راح نكلمكم شوي عن البقوليات. البقوليات أعزائي المشاهدين تحتوي على 20 إلى 25% من البروتينات، ما كلها بروتين، يعني ما مثل اللحم أو الدجاج كامل يعني معظمها بروتينات، ولكن تحتوي على جزء منها كربوهيدرات، يعني مثل النشويات لكن كربوهيدرات كما يقولوا عنها كربوهيدرات المعقدة. هذه الكربوهيدرات مفيدة من ناحية الهضم، يعني ما ترفع السكر واجد بسرعة، يعني تأخذ فترة إلى ما تهضم، وفيها ألياف، نسبة ألياف جيدة. فالاستفادة من البقوليات يكمن في كونها تحتوي على البروتينات، تحتوي على نوع جيد من الكربوهيدرات، وبالإضافة لهالشيئين تحتوي أيضا على فيتامينات مثل الفيتامين باء والبوتاسيوم كأملاح. نضيف لهذه الفوائد كلها أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف. أعزائي المشاهدين، نتذكر دائما في رمضان أنه إذا قدمنا وجبة بقوليات لمريض السكري مثلا عدس أو فول أو حمص، أنه ما نقدمها مع كثير من يعني الوجبات النشوية، يعني ما نعطيه مع مثلا خبز أبيض، ممكن نعطيه مع خبز كامل النخالة اللي مصنوع من طحين بر، الخبز الأسمر اللي هو كامل النخالة، أو مثلا مع رز، ويفضل الرز اللي هو كامل النخالة، الرز البني. يعني الاستفادة بتكون أفضل، وامتصاص السكريات بتكون أبطأ، يعني السكر ما رح يرتفع بشكل كبير. بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية من البقوليات، في أنواع معينة الناس يتحسسوا منها مثل الفول السوداني أو بقوليات أخرى، نبتعد عنها في رمضان، لأنه في بعض الناس يتسبب لهم بغازات كثير وانزعاجات، ففي رمضان البقوليات بس للناس اللي ممكن يتحملوها. ما ننسى أبداً إنه البقوليات جزء لا يتجزأ من وجبة غنية بالبروتين وبالفيتامينات قليلة الدهون، وممكن نضيف لها عند طبختها أو تقديمها زيت الزيتون علشان تعم الفائدة. أعزائي المشاهدين، استمتعوا بطبق من البقوليات اللذيذة والمفيدة مع شوية زيت زيتون وليمون، واتمنى لكم إفطار شهي ويوم سعيد. تمر ولبن، تمر ولبن، لبن خير الغدا عبر الزمان، واسمعنا صح يا احنا بفن بفن برنامجك. كانت هذه حلقتنا لليوم عن البقوليات، نلقاكم غدا ان شاء الله في تمر ولبن، الى اللقاء. يوصل حكيم قال التمر ومن اللبن خذلك قدم، يوصل حكيم قال التمر ومن اللبن خذلك قدم، واحنا معاكم ذا الشهر حلقاتنا تمر ولبن، واحنا معاكم ذا الشهر حلقاتنا تمر ولبن، تمر ولبن، تمر ولبن، لبن خير الغدا عبر الزمان، واسمعنا صح يا احنا بفن بفن برنامجك تمر ولبن.